الفلات وينسى الكل. صباح الأخبار الجيدة، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وإن شاء الله مولود اليوم من برج الحوت يحقق كل أمنيته وأحلامه. خلينا متفهمين أيام حافلة بالأحداث الأخبار، نحن نستفيلوا خير وإن شاء الله لباس. الدعم موجود للأسد والجدي، فما بشارة عاطفية في الطريق، يعني نهاية الشهر فيفري أكثر الأبراج حظ باش يكون الأسد والجدي الترابي. والبداية مع الحمل، مفاجآت، تغييرات، تبدل المعطيات، نهار البركة والاحتفالات الاستثنائية، والثور تتحقق قدامك أفاق مهنية، والمستقبل يوعدك بإنجازات ونجاحات كبيرة. إيه الأيامات الجاية راهي للتاريخ، تتغير الأقدار وتلقى إجابة لبعض التساؤلات. وعلى قريب برج السرطان يحقق حلمة، فما أخبار مبروكة توصلوا من عند الحبيب والفرحة تنور حياته. وكان على الأسد راهي تتعزز العلاقات وتصفى القلوب، مصالحة مع الحبيب وترجع مكانتك الطبيعية، راك تعيش الفرحة المفاجئات، وإن شاء الله زيدا تتحل قدامك أفاق مهنية وعاطفية واسعة. العذراء تتخلص من بعض القيود وتعيش راحة نفسية وتحقق بعض الأهداف الشخصية. نتعدي ونحن للميزان اللي تزهى أيامات وأخبار تزين حياته، عندك الفلوس بشارة وتحقق كل أمنياتك. والعقرب من الأبراج اللي تتمتع زيدا بالحظ المزين، مصالحة تغييرات مالية، يعني فما بشارة مالية في الطريق. والقوس إنجازات مهمة، شراكة مالية زيدا، كيف زيدا ماهوش وحده، حتى الحظوظ الاستثنائية باش تكون من نصيب برج الجد. نهاير الفلوس والعلاقات المهنية الجيدة، ادد واتصالات ناجحة، استقرار، المستقبل زادا يعدك بإنجازات مهمة. ومولود اليوم من برج الحوت اللي نتمنيوله كان الخير والسعادة في نهار عيد ميلاده، راهو عام جديد فيه الفرحة والمؤشرات الإيجابية.